ليلي اول مره، دي تالت مره. تالت مره ولا اول مره؟ أول مرة نزلت مره معاك نزلت ومره مع اخوك، ودي دي تالت مره يعتبر، بس اول مره تنزل بقى بان احنا نهندلها صح عشان ما تبقاش بتشد في الشارع. تمام، هي بتحاول تقرب على الناس. نو جود كيرل، لا خليكي هنا. جود كيرل، خليها ماشيه جنبي. ليش مش مشدود؟ مش عايز اعودها ان ليش يبقى مشدود. يلا يا ليلي من هنا. جود كيرل، بالراحه. نو عشان ما توطيش وتشم في الارض. جود جيرل. نو يا ليلي. جود جيرل، خليكي جنبي. لا بالراحه. جود جيرل. الواحد بيحتاج ماشي الناس اللي محتاجه مش نو يا ليلي. ها نو هنا عشان في اطفال وناس. نو يا ليلي، ببتدي اوجه ليلي. نو ها يلا بينا يلا بينا يلا يلا يلا. جود جيرل. نو ها هنا في اطفال. نو جود كير. ها جود كير. طبعا ليلي اول ما خرجت كانت بتشد نفسها وتجري لقدام. ف بس انا برضه كنت شبه بعمل زي ما انت بتعمل كده، بس يعني طبعا مش حلو بالطريقه جدا. بتاعتك، بس تمام. يعني برضه كنت مش عايزه تحط راسها على الارض. اهم حاجه عشان ما تاخدش حاجه من الارض. بس كنت زي ما انت لاحظت كده، كنت على طول مخليه مش مترخي. تمام، لا احنا نخليه مترخي كده. خايف عليها من العربيات بصراحه. لا لا احنا نخليه مترخي، ولو ماشيين في اتجاه فيه عربيات بخلي الكلب بعيد عن العربيات. ليلي ايوه. جود كير. نو يا ليلي نو، مالهاش دعوه، دي كلاب الشارع. تمام، انا ما بعملش اي حاجه طالما الكلاب دي مسالمه. يلا يا ليلي يلا. نو يا ليلي، يلا بينا. انت جود جيرل، يلا 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 ما تخافيش، يلا تعالي. نو يا ليلي، يلا بينا. ها يلا يلا بينا. كلاب اهي ما بتعملش حاجه، دي كلاب مسالمه عشان الناس اللي بتقول كلاب الشارع بتهاجم. يا ليلي عايزه تقابلهم. تمام، الكلاب دي لو عايزه تهاجم كان زمانها دخلت وهجمت وعضت وعملت كل اللي نفسها فيه. يلا بينا يا ليلي يلا يلا بينا. ببتدي اخد الكلب اتكلم معاه، اخده من كلاب الشارع. يلا يا ليلي ها يلا بينا. ها يلا 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 يلا، مالناش دعوة. بص يا جماعة، الكلاب لسه برضو بتحاول تقرب، مسالمين ما عملوش أي حاجة، فمش هديلهم أي رياكشن. يلا يا ليلي، انتي كود كيرل، انتي كود كيرل، يلا بينا. كود كيرل كود كيرل، مالناش دعوة. هي بتسمع الهوهوة بتقعد لهم على طول. يلا يا ليلي مالناش دعوة، يلا بينا. انتي كود كيرل، انتي جود جيرل. كده ليلي ابتدت تاخد بقى المساحة الشخصية مع صاحبها، هو اللي ماسك الليش. اتكلم معاها زي ما اتفقنا، ما تسيبهاش ماشية كده. جنبي يا ليلي، بالراحة بالراحة. حاول تاخد الليش عليك شوية. لا هي سحباك، هي اللي بتمشيك. لا انا مش عايزها تخش شمال، انا عايزها تمشي كده بقى، لان حسيت ان هي اللي بتمشيك. كمل. ايوه جود جيرل، كفايه ان هي مشيت جنبك. حاول انك تلم الليش شويه، مش عايز اسابقك. نو يا ليلي، ركز معاها انت شويه. نو يا ليلي، يلا يلا. جود جيرل، لم ليشك شويه. لم الليش، انت سايب الليش. بص لم الليش شوية، نقصر المسافة كده. تمام، يلا كمل. افرد ايدك جنبك، خليها جنبك عادي جدا، خليها جنبك. هي بتسحب ايدك بعيد عن جسمك، انا عايز ايدك تنزل تحت. بص نزل ايدك كده، ايوه كده، امشي كده بالوضعية دي زي ما احنا شايفين. كمل كمل كمل، انت بتستأذن، مش عايزك تستأذن منها. يلا يا ليلي يلا يا ليلي. لا ليلي امشي. ها كمل، انت بتبعد ايدك عن جسمك ليه؟ طول ما ايدك لازقه في جسمك انت في مساحه مديها لها، مش هتتغير. خلي ايدك لازقه في جسمك، ما تسيبش ايدك تترفع لفوق كده. ايوه اتكلم معاها ليلي. بص هات اوريك تاني، اوريك تاني. انا اهو خدت الليش. ليلي استنى،
تمام اهو هي ايدي جنبي. تعالى يا ليلي، ليلي يلا بينا. بص بفضل اتكلم معاها مسيبهاش تبعد، ها جنبي. هي بتفكر تروح هناك. نو يلا يا ليلي تعالي هنا. ها هغير المسار تماما، ما تمشيش على مزاجك. نو زي الكيسه دي. نو ما بسيبش الكلب يقف يشمشم فيها عشان ممكن يكون فيها اي حاجه الكلب ياخدها بسرعه، وانا مش عايز ده. ها جود كيرل، انت جود كيرل، انت جود جيرل. لا مالناش دعوه بحد عشان في حد معدي وهي قاعده مركزه معاه. نو يا ليلي يلا بينا، مالناش دعوه. ها جود كيرل، لا جنبي. جود كيرل خليكي جنبي. ايوه جود كيرل. يلا خد كمل يلا ليلي. اهم حاجه تتكلم معاها. جنبي يا ليلي، ممكن تكسر يمين، يمين هادي. يلا يا ليلي يلا كملي، اتكلم معاها ما تسيبهاش تفكر لوحدها. استنى عشان هي غالبا عايز تعمل بيبي، عايز تعمل بيبي، عايز تقعدي تريحي. طيب استنى عليها تريح شويه. تمام اهم حاجه انت فهمت الدنيا ماشيه ازاي. ليلي جود جيرل. ليلي دلوقتي بتتمشى تاني هنا، وانا عندي كلاب شارع، في اصوات عربيات، في عربيات بتتحرك. يلا كمل مع ليلي، ودي كلاب الشارع اهو. تمام انت كمل، كمل عادي جدا، كمل كمل عادي جدا. لا هنكمل. ايوه يلا كمل عادي، طريقك عادي جدا. اتكلم معاها زي ما اتفقنا، مش هنستأذن. وادي كلاب الشارع يا جماعه، هم واقفين ما بيقربوش من، ما بيبعدوش عن مساحتهم، هم ليهم مساحتهم الخاصه. وادي ليلي تمام زي ما احنا شايفين، تمشيه لازم تتواصل مع كلبك، تركز معاه، ما ينفعش تسيبه هو اللي ياخد القرارات بتاعته وقت التمشيه. تمام احسن حاجة انك تبتدي تمشي كلبك في شارع هادي، لو هو اول مرة ينزل الشارع او تاني مرة، يعني في اول كام مرة حاول تخليه ان هو ينزل في شارع هادي. لا كمل زي ما اتفقنا، انت واقف ليه ما توقفش؟ لا 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 كمل، وانا لو لاحظت اي حاجة هقول لك. انت اهم حاجة تبقى قاري كلبك كويس جدا، خليه على الشمال زي ما اتفقنا. حاول تكنترول عليه شوية، انت سايبه مرخي لدرجة ان هي بتسحب نفسها قدام فانت ما بتلحقهاش. كمل جود جيرل يا ليلي، انت جود جيرل. لا تمام، في اطفال وكده، حاول تكنترول، خليها على الشمال، حاول تخش شوية شمال. كمل في وشك، ركز مع ليلي. تمام ليلي بتحاول تروح للاطفال، انت ركز معاها بقى، كمل. جود جيرل يا ليلي، انت جود جيرل، ما شاء الله كمل على كده. ايوه خلي بالك من العربيه. جود جيرل يا ليلي، جود جيرل، جود جيرل يا ليلي، انت شطوره ما شاء الله.